السلام عليكم، مرحبا محب النباتات، أهلا بكم. سنتعرف اليوم على بعض أنواع الأزهار التي تتفتح في بداية الربيع وتعطي منظر جميل للحدائق، ويمكننا الحصول عليها حتى فوق سطح المنزل. فقط نغرس في الأسس النباتات المزهرة ونجمعها في مكان واحد، ونحصل على حديقة جميلة فوق سطح المنزل أو في ساحة المنزل. هذه النباتات الرائعة، ما شاء الله نباتات جميلة. كل شهر نحصل على نوع جديد من النباتات المزهرة، في كل مرة تزهر أنواع، وسنتعرف على بعض الأنواع التي تزهر في هذا الوقت في بداية الربيع. أنواع جميلة من الأزهار سهلة الإكثار، يمكننا الحصول عليها بزرع البذور خصوصا في الخريف في الجو المعتدل، ونحميها في الشتاء فقط من الصقيع. وخلال الربيع تزهر هذه النباتات الجميلة مثل نبات الأذريون، هذا الأقحوان الرائع، أقحوان الأذريون، نبات عطري وطبي كذلك. هذا هو الأذريون ما شاء الله، بدأ يعطي بذور. هذه هي بذور الأذريون بعد أن تجف الزهرة، تعطي مثل هذه الثمار بداخلها بذور. سنتعرف على الأنواع الأخرى كذلك. البابونج الرائع أيضا من أزهار الربيع الجميلة. هذا النبات الجميل يزهر في هذا الوقت في بداية الربيع. النبات بري ويمكن جلبه للمنزل وغرسه بسهولة إن شاء الله. هذا نبات رائع، نبات طبي كذلك. معظم هذه النباتات المزهرة نباتات طبية كذلك، كالبابونج والبراش أو خبز النحل. هذا نبات كذلك نبات طبي، يسمى بخبز النحل لأن النحل تتغذى على رحيقه، تحبه النحل كثيرا وتذوره كثيرا النحل. هذا هو خبز النحل، نبات بري كذلك. حصلت على بذوره من العام الماضي بعد أن غرسته، ونمى من جديد هذا العام، نبات جميل. هذا هو نبات خبز النحل، كل أجزاء النبات طبية، ويسمى أيضا بنبات السعادة، الزهرة والأوراق كذلك. الجازانيا أيضا بدأت تعطي براعم زهرية، ستزهر إن شاء الله كذلك. أبو خنجر الجميل، أزهار رائعة، هذه أيضا أزهار الربيع يزهر في هذا الوقت. يمكنكم الحصول على حديقة فوق سطح المنزل أو في ساحة المنزل، جمع الأسس فقط وتنسيق المكان والحصول على حديقة رائعة ما شاء الله. هذا أقحوان ديزي من أجمل الأزهار في هذا الجو المشمس، كل الأزهار تتفتح، ألوان جميلة أقحوان ديزي. هناك ألوان كثيرة لأزهار ديزي من هذين اللونين ما شاء الله، نبات رائع، تعتبر أزهار نبات الأقحوان الإفريقي من أجمل الأزهار، وكثير الإزهار هذا النبات، يزهر لمدة طويلة، معظم أيام السنة نحصل على أزهار ديزي، أزهار جميلة، ينمو في جميع الطرب وينمو كنبات تجاري، يمكننا تقليمه والحصول على إزهار كثيف كهذا النبات. قمت بتقليمه المرة الماضية فأعطى براعم كثيرة مزهرة ما شاء الله، كلما قمنا بتقليمه يعطي إزهار كثيف. هذا هو أقحوان ديزي ما شاء الله، نبات يحب الشمس ككل نباتات المزهرة، كل النباتات المزهرة
تحب الشمس المباشرة حتى تتفتح أزهارها وتعطي ألوانها الجميلة. الجيرانيوم مازال سيزهر لاحقا إن شاء الله. وهذا نبات الجهنمية إن شاء الله مزهر كذلك. وهذه براعم الويستيريا، انظروا هذه أزهار براعم زهرية نبات الويستيريا على شكل عناقيد، ستتفتح لاحقا إن شاء الله، ثم تأتي بعدها الأوراق. ظهور الأوراق يكون بعد الأزهار نبات الويستيريا. طبعا هي شجرة الويستيريا من الأشجار الزينة المتسلقة. هذه كلها براعم زهرية من نبات أو شجيرة الويستيريا إن شاء الله. أيضا الهيبسكس يعطي أزهار معظم أيام السنة، وهذه المرة قمت بتقليمه كذلك لأنه نبات شجيري. سيخرج فروع جديدة وينمو من جديد ويعطي أزهار كثيرة إن شاء الله. هذه بعض النباتات التي أزهرت في هذا الوقت إن شاء الله، نباتات رائعة إن شاء الله. العطرشة كذلك ستزهر. هذه بعض أنواع النباتات التي تزهر في هذا الوقت. ويمكننا الحصول على حديقة جميلة فوق سطح المنزل بجمع هذه النباتات وغرسها طبعا في أصوص وجمعها بهذا الشكل للحصول على حديقة جميلة. أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.